يلا تعالى معانا محمود مركب جهاز هيدروليك ركبة هيدروليك ألميني وقدم دايناميك ما شاء الله. دي على فكرة أول مرة في التدريب وماشي لوحده زي ما احنا شايفين. برافو عليك. قدم ألميني دايناميك موشن حلو قوي. برافو عليك يا محمود. مبسوط يا محمود؟ لسه معاك. مبسوط؟ ايوه تمام. بابا مبسوط طبعا. يلا محمود اعمل صورة راسك قدام من فوق. ايوه كده اعمل. قوي دي اول مرة يمشي على فكرة خالص. برافو عليك. زي ما انت نبدا نرجع. ايوه كده ايوه. الكعب الاول وبعدين تنزل رجلك. ايوه الكعب ونزل رجلك. تمام الكعب وبعدين نزل رجلك. ما تمسكش بقى في الحيطه كفايه. احنا الحمد لله عالي والله الحمد لله. اكتب عالي ابراهيم تمام. لو بيعمل ولا ابراهيم؟ ابراهيم ابو رسام. الحمد لله. اسمه مصطفى. مصطفى ماشي. انا انما عمر احسن مني يا عم. لسه متجوز. عمر احسن مني يا عم. الحمد لله. معانا محمد من اليمن. ايوه هو كان عنده بتر تحت الركبه ودي عملنا له جلسات التاهيل. انا ده الفرق بينه وبين اي حاجه تانية. مفيش تاهيل ان هو ما شاء الله دي ماشيه. دي من اول جلسه من اول مره بعد ما عمل جلسات قبل الجلسات قبل تركيب الجهاز. والنهارده البروفه بتاع تركيب الجهاز هو كده بيمشي اول مره. لسه احنا هنعمله تاهيل تاني كمان بعد تركيب الجهاز. بس انا حبينا نوريكم اول ماشيه مع التاهيل. هو طبعا مركب جهاز حلو قوي. القدم كرايس دي انا بحبها قوي خفيفه. ده جهاز الماني خفيفه وكويسه جدا. شايفين ماشية من غير مشاية ولا أي حاجة. ده بفضل ربنا وجلسات التأهيل اللي اتعملت قبل ما نركب الجهاز والطرف الصناعي. ده بتر تحت الركب. أنا محمود بقاله سنة وشهرين من غير جهاز. جه عندنا عملنا له تأهيل ومصاب بالسكر. السكر كان عامله التهاب أعصاب طرفية طبعا ما عندوش. فأدى البتر في الناحية الثانية دخل في جروح وقدم سكري والقدم السكري أدى البتر في الرجل اليمين. واحنا الحمد لله لحقناه وعالجنا الرجل الشمال وعملنا له تأهيل للرجل اليمين علشان يقدر يستخدم الجهاز. لأن إذا ما عالجناش الرجل اليمين هتبقى احتمال توصل لنفس اللي وصل. لو ما عالجناش الرجل الشمال هتبقى احتمال توصل للي وصلته الرجل اليمين. فده مهم جدا في علاج حالات التهاب الأعصاب الإيد الطرفية لأن إهمالها بيؤدي للإيه؟ للدخول في قدم سكري ومرضى البتر. فهو دلوقتي ماشي لوحده. دي أول مرة على فكرة بعد برنامج بعد الجلسات وبرنامج التأهيل اللي عمله ده كده التدريب أول مرة مشي. طبعا إحنا بنصور لكم الصورة النهائية. إحنا بقالنا وقت كتير بندربه
الحمد لله لحد ما وصلنا للمرحلة دي. قولنا بقى تجربتك يا عم محمود بعد ما ركبت الجهاز. من الحياة رجعت لي تاني بفضل ربنا وحضرتك. انا كنت فاقد الامل وما كنتش حاسس ان انا همشي كده تاني. الحمد لله. انا كنت فاقد الامل وحضرتك ربنا جعلك اني ترجعيني البسمة تاني وان انا اقدر اتحرك. يا رب يبارك لك يا دكتور. ربنا يخليك يا محمود. ربنا يخليك. ما كنتش متخيل فيه ان انا هرجع امشي كده. الحمد لله. مش مصدق بصراحة. ورجعت لكم بعد الفاصل، واتمنى تكون فقرات النهارده كانت خفيفه عليكم. فقره اللي انا هقدمها دلوقتي انا بقدمها شخصيا وانا مبسوطه جدا وكنت سعيده جدا جدا وانا بتفرج على الفيديوهات اللي انتوا هتتفرجوا عليها معايا في اخر الفقره. فقره هتدي امل، هتدي تفاؤل، هتدي نوع من انواع الاحساس بالامان لناس كتير بتتفرج عليا دلوقتي وكانت فقدت الامل بسبب انها فقدت طرف من اطرافها نتيجه مرض، نتيجه حادثه، نتيجه اي شيء. ده هيخليهم ازاي يقدروا يتعاملوا مع دوت، ازاي يقدر يعوض ده بحاجه جديده، وازاي الطب اتطور، وازاي بقى فيه حاجه اسمها اطراف صناعيه كويسه، ازاي بقت تشبه الطرف الطبيعي، ازاي اقدر اتحامل بيها وما بقاش الموضوع عباره عن متحدي اعاقه وبس، لا بالعكس ده بقى بني ادم طبيعي. النهارده منوراني على الهواء دكتوره رانيا السيد عبد العليم، استشاري ودكتوراه العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب ومدير وحده العلاج الطبيعي بالطوارئ القصر العيني. منوره يا دكتوره رانيا. ربنا يخليك حبيبتي. ميرسي. انا بصي انا بصراحه انبهرت لما اتفرجت على الفيديوهات اللي احنا بنتفرج عليها دي، واحب اوضح للساده المشاهدين ايه هي اللي ممكن يوصل المريض للسكر بالذات، او دايما هو القدم السكري دي من اشهر المضاعفات اللي بتبقى موجوده بالظبط لمرحله البتر. تمام. بصي احنا خلينا نقول انه البتر، نعرف الناس الاول ان هو اشهر سبب ليه طبعا مرض السكر، عشان يعني نحذر الناس انه خلوا بالكم ما حدش يستسهل انه عنده حاجه اسمها التهاب اعصاب طرفيه. طبعا في اسباب تانية زي ممكن حوادث الاورام ممكن تعمل لنا تسبب لنا برضو بتر في بعض الحالات. انا حتى الفيديوهات اللي بتكلمي عليها انا كمان نقيت لكم اصعب حالات. انا الحالات في حالات حلوه. انا اتعمدت انقي اصعب حالات عشان لما الناس يشوفوا الصعب يشوفوا البتر العادي قد ايه الدنيا هتبقى اسهل. فبالنسبه لمرض السكر عيان بيمر بست مراحل. المرحله الاولى بتبقى وجع، المرحله الثانيه معاها وجع وتنميل وشكشكه وحرقان وسخونه او بروده، المرحله الثالثه بتبقى فقدان الاحساس خالص، وهنا دقه ناقوس الخطر زي ما بيقولوا، ممكن يدخل بقى في جرح او في حاجه. تدخلنا في قدم سكري، القدم السكري نتيجه ان في مشكله في المايكرو سيركيليشن، هي الدوره الدمويه الدقيقه، فالالتئام بيبقى ضعيف. المرحله الخامسه ان الشرايين الرئيسيه، بدل الشرايين الدقيقه اللي كانت مسدوده بقت الشرايين الرئيسيه مسدوده. حتى لو ركبنا قساطر 20% بس اللي ممكن يعدوا، و80% برده بيبقى نهايتهم البتر، سواء حصل جرح او ما حصلش جرح في المرحله ان الشرايين الرئيسيه تسدد. طب ايه هي مرحله التجهيز اللي بيتم او اللي بيتاهل بيها المريض لان هو يبتدي يركب طرف صناعي؟ بصي بقى دي حاجه مهمه جدا. احنا طبعا ده الفرق ان انت هتركبي في شركه ولا في عشان دي مشكله كبيره بيقابلها العيانين اللي عندهم بتر. ان الدكتور بيبقى عنده شركه، في معظم الشركات ما هماش ناس متخصصه، ما هماش دكاتره، فمفيش تجهيز، مفيش اختيار نوع صح للجهاز. فالتجهيزات بقى اللي احنا بنعملها كمكان ميديكال ودارسين البروسيزس او الاطراف الصناعيه، اول حاجه بتجهزي لو في ناحيه فيها التهاب اعصاب طرفيه لو هو سكر بنعالجها، والناحيه الثانيه بقى اللي فيها البتر اول حاجه بتعلمي العيان ده بيبقى عنده انواع كثيره من الالام، منها الالم الشبحي ان هو يحس كانه رجله الطرف بعد ما اتبتر انه كانه رجله لسه موجوده. اكتر مشكله ممكن شفتها حصلت لسه الاسبوع اللي فات، انه عيان اللي رجليه اتبترت ده الجرح اتفتح، افتكر ان رجله موجوده فقام عليها والجرح اتفتح من اول وجديد. فدخلنا في مشكله تانية. فبنعلمه ازاي يزيل الالم الشبحيه دي، اسمه الم شبحي او الم كاذب، بنعلمه ازاي يزيلها وبنعمل طرق بتخليه يزيلها. بنعمل حاجه اسمها علاج بالكومبريشن ثيرابي، بحيث بيبقى الرجل وارمه جدا. بنخلي الرجل دي الحجم بتاعها يرجع للحجم الطبيعي. بنعمل حاجه اسمها فوتوثيرابي علاج ضوئي، دي بتخلي الجرح يقفل بسرعه.
بنعمل فيه جهاز ألماني لإزالة الألم بتاع نهاية الأعصاب اللي بتبقى مقصوصة، العصب مقصوص. فبنعمل أجهزة بتشيل الألم بتاع نهاية الأعصاب دي. بنأهل الجزء اللي فوق المبطول، يعني لو البتر اللي تحت الركبة بنأهل الركبة والحوض، لو البتر فوق الركبة بنأهل الحوض وعضلات الجذع، لو البتر تحت الكوع بنأهل عضلات الكوع والكتف، لو البتر عند الكوع بنأهل عضلات الكوع وحاجة اسمها سكابيولا اللي هي عظمة لوح الكتف والعضلات اللي حواليها. بنعلمه في بيبقى في عنده ألم في نهاية العظم، ده برضو بنعلمه ازاي يشيل الألم ده، بنعلمه ازاي يربط الرباط الضغط بشكل صح بحيث انه يعني نرجع الرجل للحجم الطبيعي، لما يركب السوكت بتاع الطرف يبقى متركب صح. طب دكتوره رانيا، يعني احب افهم منك انت بتختاري المقاس بقى على اي اساس؟ انا سمعتك تقولي في ورم وفي بنظبط بكمبريشن، بتختاري ازاي المقاس بقى؟ بناخده بعد ما بنكون عملنا فتره التأهيل اللي هي جهزنا المقاس، وصلنا لاصغر حجم الرجل، لان الرجل بتبقى ورمه جدا، بناخد المقاس بناخد في الاعتبار، ده برضو دي حاجه ما بتتعملش برضو في الشركات، بناخد في الاعتبار حاجه اسمها الاناتوميكال كونسيدريشن اللي هي الاناتوميكال يعني تشريح المكان اللي هو فيه، او الاناتوميكال كونسيدريشن بنراي فيها حاجه، بناخد حاجه اسمها توتال كونتاكت كوست، بناخد المقاس كله من الرجل من فوق، بنراي حاجه اسمها نقطه التحميل بحيث ان نقطه التحميل بتاعه المريض تبقى بعيدة عن الجرح، ابقى انا الجرح ده ماليش دعوه بيه، فبكده يقدر العيان يركب الجهاز في اقرب وقت بعد العمليه، لان انا نقطه التحميل اصلا مش عند مكان الجراحه. نوع السوكت كمان بنختاره مختلف. الفيديو طيب انا شايفه الفيديو دي، بصي ده كان بتر، دي انا شايفه شبه الايد الطبيعيه تماما. بصي وصل ان هو اهلناه، وصلنا معاه ان هو بيقدر يكتب بايده. دي فيديوهات من الحياه اللي... ده من العياده. يعني ما بقاش الموضوع عباره عن حتتين حديد وبس وخلاص. لا بيكتب اهو، ده بالطرف الصناعي، ده بتر تحت الكوع ومركب جهاز اسمه مايو الكتريك. بصي طبعا انا اخترت ليه الفيديو بتاع الكتابه، الكتابه دي من الحاجات الفاين موفمنت اللي هي تعتبر ايه اصعب حاجه، فاهمه قصدي؟ فنجيب اللي بعده، احنا يعني دي كده ورينا الناس الابر دي اصعب حاجه، فيقدر بقى يمسك ويشيل ويحط ويعمل كل حاجه. بصي بقى انا اختار الحاله دي لانها باتر دبل رجلين الاثنين، اخترنا هنا ادم وزنها بيبقى خفيف شويه وبتبقى فليكسبل في الحركه، ده اختيار بقى نوع الجهاز، اخترنا له ادم معينه، مش ادم عاديه، بحس ان هو ايه ده دبل، وزي ما انتم شايفين على فكره دي اول مره كمان ماشي فيها، يعني ده لسه كمان ما اهلتوش على الجهاز كذا مره. اللي بعده ده كده بدر دبل. انا بشكرك يا دكتوره رانيا جدا، وبعتذر لك بسبب ضيق الوقت للاسف، وكنت اتمنى ان انت تقضي معانا وقت اكتر من كده، لان انا بقول لك انت ذات نفس، يعني انا انبسطت وكنت مبسوطه وانا بتفرج على الفيديوهات بتاعتك، واتمنى ان انت تشرفينا في الحلقه اللي جايه ان شاء الله باذن الله. بشكر دكتوره رانيا السيد عبد العليم، استشاري ودكتوره العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب، ومدير وحده العلاج الطبيعي بطوارئ القصر العيني. نورتيني يا دكتوره رانيا. وخلصت شيل الجهاز كريم، انا كانت اقصى احلامي النهارده تقف، انا مبسوطه قوي. الجهاز جدع تاني، شيل الجهاز لف شمال، انت ماشي يلا لف شمال كمان، لف شمال شمال، لف شمال، لف كمان كمان، لفه كمان لفه، لف شمال وانت واقف بقى كده، شادي نفسك كمان، امشي طلع صاحي بقى هنا كده، يلا جدع روح هنا شويه، يلا ادي كده، يلا على طول انت ماشي، لا ليه كده؟ ما تنساش الرجل بعضها لو سمحت، ما تنساش ما حدش بيلزق رجله بعضها كده، هات كده رجلك كده ماشي، ارجع عصام كده، يلا ادي الجهاز، الجهاز انزل جدع على طول، يلا على طول على طول، ادي نفسك على طول انت ماشي، يلا جدع تاني لوحدك كده، يلا كريم حسيت كده بقى، لا هو هيمشي يا دكتور انت ماشي، يلا على طول جدع انزل.
برافو يا مات، برافو، الحمد لله. بص المرة دي عجباني أكتر من من الأولانية. اظبط لما تلاقي نفسك كده، اظبط وزنك وترجع تمشي فيه. الحمد لله. الحمد لله. لما السلمة تبقى ورايا يا جماعة قولوا لي. برافو برافو. احسن. يلا يا معلم. انا في البيت. يجي على جراك الارفان. يلا يلا. يلا يا معلم. والله بيجي هنشكله ما اعرفش. طيب يلا يا برو. والله ما بيجي انا شكرا ما اعرفش يا بس يا احلى من هاني شيك. انا هكمل انا شكرا ليش اول كده هتجامدين. احنا لا يا حي ما عجبتش. لا والله سوى راسك. انت براسنا انت مقصره عندك يا شيك. تمام خلاص. عايزين بقى نبدا نعمل اتزان. هنبدا هتحاول نحرك الكوره ده في اتجاه السهم لقدام. انت كلامك تصويرك ماشي مع كل كلمه انا بقولها. هنمشي لقدام. هنحاول نثبت الكوره قدام قدام على السهم. على السهم على السهم. ما تقلقش ما تقلقش. على السهم على السهم. معلش. واحده 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 واحده. ايوه ها ايوه. حاول تيجي كده شويه. تمام تمام. لا في النص في النص بس. نحاول نرجع للنص تاني. خط النص. برافو 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 والله. معلش لخبطت في الاول بس عرفت تجيبها في الاخر. هنحاول السهم تحت. السهم بقى لتحت. هنحاول احنا نرجع لورا. برافو برافو برافو. على قد ما نقدر. وبعدين هنرجع لخط النص تاني. حاول تبقى في النص. حاول حاول. هايل 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 هايل. احنا كده شغالين ما شاء الله. حاله بولتو جبنا للامام الرينج موشن مدى الحركه بتاعنا قدام وورا. دلوقتي هنحاول نتحرك للناحية الشمال اللي فيها المصاب. اللي فيها الجلطة. الجلطة مؤثرة عليها. الناحية الشمال الناحية الشمال. كويس كويس. على قد ما تقدر. احنا كده بقالنا اسبوعين ما شاء الله الحمد لله ماشيين حلو قوي. يلا زي ما اتعلمنا ناخد الخطوة. انت حتى يا فاتن ما شاء الله ما بقيتيش ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. مش محتاجه توجيهات الحمد لله. اه فجاه بتقعد بسرعه. اه ما شاء الله يعني حتى ما شاء الله ما شاء الله يعني ماشي حلو. الالف على طول خلاص اللف اللي انت بتعيش. يعني انا ساعات بطلع لها بتتمشى بحبها. برافو عليك. جميل والله. احلى واجمل عينه عندي واطيب عينه واهدى عينه. الحمد لله بعد اسبوعين بفضل ربنا. الحمد لله. ممكن تلفي وترجعي. الكورة احتياطي. احنا خايفين عليها ما شاء الله. انا اصلا عايز اطوع من ساعه ما مشيت. انا مش عايز اطوع والله. لا مش هتوع. حلو والله. لا وهي ماشي حتى معدل الخطوه معقول كاننا بنتمشى عادي. الله عليك يا بطل يا رافع راسنا. بصراحة اليوم بتاع الدكتور احمد بلاقي رائع. تمام برافو عليك والله يا حاج. بس الحقنا بقى مفيش تصلب عضلي خالص الحمد لله.
ماشيه مظبوطه، مفيش تسلب ولا في الايد ولا في الرجل، مع السن كمان بتاع الحج الحمد لله. تمام. تمام. مش كده؟ ارفع رجلك بقى عشان السجاد. برافو برافو، ايوه كده.